السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بابا، وحشنا جدا جدا جدا، ونفسنا نبقى معاك قريب إن شاء الله. ألف مبروك لحضرتك وكل اللي في القناة على نجاح قناة الأهلي عامة، وخاصة توفيق الاستوديو التحليلي. بنبعت سلامنا وقبلاتنا لحضرتك وجماهير النادي الأهلي في كل مكان بمناسبة السنة الجديدة. إن شاء الله سنة مليانة فوز وإنجازات نفتخر بيها دايما، وكل سنة وحضرتك طيب وأسرة النادي الأهلي طيبة دايما يا رب. السلام عليكم، ازي حضرتك يا بابا؟ كنت بس عاوز ابعت لك فيديو على السريع اقول لحضرتك ان حضرتك وحشنا قوي، واحنا بنتابع كل اسبوع على الاستوديو وفخورين بحضرتك والشغل اللي حضرتك بتعمله في الاستوديو. ان شاء الله بنتمنى سنة سعيدة وناجحة للنادي، ان شاء الله نكسب الدوري رقم 43 بإذن الله. يلا يا شياطين الحمر. السلام عليكم بابا، انا بس كنت عايزه اقول ان حضرتك وحشني قوي، بس انا عارفه ان حضرتك بتعمل حاجه بتحبه، وانا فخوره بيك جدا وبالنادي الاهلي، وان شاء الله اشوفك وماما قريب، وان شاء الله موسم ناجح للاهلي. ربنا يخليهم لك. الله يخليك كابتن، الله يخليك. عندك ثلاث رسائل ودي اخر حاجه. الرساله الاولى هتبعتها لمين وتقول فيها ايه؟ الرساله الاولى ابعتها لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، اقول لهم ألف شكر على اللي قدمته لي في حياتي كله. والرسالة الثانية؟ الرسالة الثانية صلى على النبي، صلى على النبي لوالدي ووالدتي. هم مبسوطين دلوقتي ان انت بقيت كويس، الحمد لله رب العالمين، وفي صحة كويسة، وشايفين احفادهم وشايفين كل حاجة كويسة. هتقول لهم ايه؟ يعني هما طبعا في دار الحق، يسامحوني ان كنت قصرت في حقهم في يوم من الايام. الله يرحمهم ويحسن اليهم. الرساله الثالثه بقى هتبعتها لمين وتقول فيها ايه؟ انسان عزيز عليك قوي. ابعتها لحبيبتي وام اولادي زوجتي. تقول لها ايه؟ تبعت لها اغنيه، بعت لها كلام حلو بقى. ما هي اللي جوايا يعني مش هيكفيها، مش هيكفيها، ما يكفيهاش اللي عملته معايا، اللي جواك مش هيكفيها. لا، ربنا يخليها لك ويخلي لك ولادك ويخليك ليهم وتعيشوا في صحه وسعاده ويكفيكوا شر اي مرض يا رب. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. احنا حلقتنا خلصت، عندك اقوال اخرى؟ لا يا كابتن، انا يعني بشكرك على الاستضافه الرائعه ديت، وبشكر حضرتك على الكلام الجميل والتقرير الحلو والوقت الكبير اللي حضرتك اديته لي ده وقت النهارده. تستحقه. واللي انا عايز اقوله لحضرتك، كان حلم من ضمن احلامي ان انا زملك وزمل الكابتن محمود الخطيب وزمل كل نجوم النادي الاهلي، ده كان حلم بالنسبه لي، حلم، وكنت حاسس انه ممكن يتحقق في يوم من الايام. الحمد لله. لما اتحقق حسيت ان انا الحلم ده ان حلم جميل جدا، مش عايز افوق منه. وان شاء الله مش هتفوق منه، تفضل فيه على طول كده. انت موجود معانا في بيتنا الكبير اللي هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي فوق الجميع. طبعا. وانا عارف الكلمه دي بتضايق ناس كتير قوي. لا بالعكس، احنا بنقول النادي الاهلي فوق الجميع. طبعا. والنادي الاهلي نادي القرن، النادي الاهلي هو النادي الاهلي، وهيفضل طول عمره النادي الاهلي سواء بينا او من غيرنا. طبعا. هيفضل طول عمره النادي الاهلي. كابتن النادي الاهلي حياه. طبعا طبعا. ايمن بشكرك انك لبيت دعوتنا، وانا عارف انت هنا شغال مع بعض هنا في القناه، وانك احنا ادينا جزء بسيط من اللي انت عملته مع النادي الاهلي، وكنت صريح جدا معانا في كل شيء. اتمنى من الساده المشاهدين انك تستمتعوا كمان، كن استمتعتوا بالحلقه. ان شاء الله حلقاتنا كلها بعد كده هتبقى في نفس المستوى.